والله احنا مشكلتنا هاي الطسه، يعني مجبورين نطلع على الرصيف نمشي على مود الطسه قويه، يعني صار لها فتره يعني طويله ما حد يجي يمها ولا حد يصلحها. قريبين عن الملعب، احنا هنا الملعب مال الميثاق، هاي يعني ابسط حل لها بانه يخلوا لها بواري حتى تصير شويه تعلى، ما مشكله خلي لها بواري ويشفي المي مال المنطقه، يتصرف يعني يجي يجمع بهاي المنطقه بالضبط. يعني غير مناطق هم بالميثاق الاهالي خلوا بواري وحلوا المشكله، بس هاي يعني شغله كبيره عليهم، يعني تحتاج لها جهد، يعني بواري وصاب و قصلكم بالمعاناه والله فتره طويله حيل، يعني سنين وما حد يجي يمها. بلطوا هذا الشارع فتره الانتخابات، النواب بلطوا هذا الشارع وظلت هاي الطسه. انا بيتي هنا بهذا الفرع، تخيل افر ادق مربع كامل على ما افوت على البيت على مود في سبيل لا اطب بهاي الطسه. يعني ناشدنا بيها وسوينا، يعني جاوا بلطوا الشارع لي هنا لي طسه وقفوا، هذا الشارع ما كملوا. ليش بالله هذا يحتاج له مجاري وهاي السوالف وهاي، يعني اوكي يحتاج له مجاري، انت عرفت انه يحتاج له مجاري، انت حتسويها مجاري. سويت شوارع هو يعني ظلت على هاي الطسه. قدمنا شكوى احنا على البلديه انه على مود هذا القسيس، بس ما له اي صوره حل. والله وعدونا على اساس البلديه انه يسوون لنا قسيس، يعني العفو يعني خلوا نبوري على اساس وينهون هذا الموضوع. هذا الشارع يوميا تدخل عليه هذا الحي ما يقرب تقريبا بالالف سياره يوميا، لان هذا يعني شارع حيوي بالنسبه للميثاق. يعني لو يخلوا له مثلا بوري، يخلوا له في الترتيب، فدي بلطوه بمسمن، يعني حتى السياره تتاذى من وراء الطسات هاي. والله ايش يحتاج لي؟ ايش يحتاج لي؟ اذا يصرفون مليارات مثل ما يقول على الشوارع ولا هذا، هاي طسه صغيره ما يقدرون يسووها. لا شفت بعينك شلون دقت السياره. يعني نطلع على الرصيف في سبيل انه نخلص من هاي المايات والطسات.